قال والمساكين جمع مسكين، جمع مسكين من المسكنة وهي الذل والخضوع، ولكن لا يلزم من المسكنة العدم. ولهذا قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلا يلزم من المسكنة أن يكون معدما. ولهذا المسكين يعرف بأنه الذي يجد دون نصف الكفاية، الذي يجد فوق نصف الكفاية ودون تمامها. المسكين الذي يجد فوق نصف الكفاية ودون تمامها، فمثلا كفايته كل شهر 1000 ريال ويجد 600 ريال أو 500 ريال أو 700 ريال، هذا يسمى مسكينا. فالفرق بين الفقير والمسكين إذا اجتمع عند الفقير هو المعدم أو الذي يجد دون نصف الكفاية، أما المسكين فهو الذي يجد فوق نصف الكفاية ودون تمامها.